قضية رأي عام هزت الشارع السعودي، اتهامات بجملة داخل بعثة المنتخب السعودي قبل مواجهة عمان بكأس آسيا. روبرتو مانشيني عم يتحدى نجوم الكرة السعودية، مين الصادق؟ المدرب السعودي وجه انتقادات حادة للاعبين واتهمهم إنه ما بدهم يمثلوا منتخب السعودية بطل آسيا 3 مرات. ورد النجوم كان سريع، نواف الحكادي تمنى عدم وضعه بموقف صعب وأكد أن المعلومات اللي ذكرها مانشيني غير صحيحة. صحيفة الرياضية السعودية كشفت قبل أيام أنه الحارس قال حرفيا للمدرب إذا ما لعبت أساسي رجعوني للفريق. أما سلطان الغنام فأكد أنه ما اشترط على مانشيني المشاركة أساسيا فقط. بدوره سنان الفرج عبر عن انزعاجه من التشكيك بوطنيته وطالب المسؤولين بالاتحاد السعودي التحقيق حول هالموضوع. والسؤال الأبرز، هل يخوض روبرتو مانشيني البطولة الأخيرة مع المنتخب السعودي؟ عبد الناصر حرب، الدوحة، النهار العربي.